اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده سهرتنا مع بعض. الاهلي في رمضان وضيفنا النهارده ونجمنا، مش ضيف ده نجم. الحقيقه اللي ما شافوش فاتوا كتير. مدافع كنت تحب تتفرج عليه، مدافع كان بيحب ينقل الكوره من رجل لرجل، مدافع كان شرس جدا في الملعب، بس اعلى اخلاق ثلاث سنين ورا بعض واخد احسن اخلاق، ما خدش انذار واحد. لاعب تحتار فيه كلاعب، ما بالك بقى لما بقى مدرب ومدير فني، قمه في الاخلاق. عمل لعيبه كتير واجيال كتيره طلعت من تحت ايده. بنرحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ماهر همام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا اسم، اهلا بيك حبيبي ومكانك المفضل. اهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب. متشرفين بوجود حضرتك يا محمد كابتن ماهر. حضرتك قامه وقيمه في النادي الاهلي. ربنا يكرمك. انا بقول دايما حضرتك يعني قبل وجود المدافع العصري اللي احنا بنتكلم عنه الوقت، حضرتك كنت بتعمل كل حاجه في الكوره. نيجي دلوقتي بنتكلم على البيلد اب، كابتن ماهر همام كان بيعمل بيلد اب قبل ما الناس اساسا تعرف ايه فكره يعني البيلد اب هنا. فطبعا كابتن ماهر همام مدافع عظيم جدا، اتمنى الحوار يكون النهارده شيق، هنكشف لكم عن كواليس كتير جدا يا كابتن ماهر. حضرتك عايزين بقى نبدا من حيث بدايتك انت مع النادي الاهلي، ازاي كابتن ماهر همام انتقل للنادي الاهلي، وازاي كابتن ماهر همام تواجد مع جيل عظيم جدا داخل النادي الاهلي حقق بطولات كتير. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اسره البرنامج على البرنامج الشيق الجميل اللي معمول في رمضان، المشاهده جميله جدا والناس كلها بتتابع بشكل كبير. وخرجنا بقى عن يعني موضوع جميل، والاهلي في رمضان موضوع جميل بيحسب للاستاف كله على النجاحات اللي انتوا فيها ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله. عايز اقول لك ان انا واحد من ضمن جيل السبعينات اللي عاش في شوارع كرة القدم حي العباسية، الحي اللي تولدت فيه، من الأحياء الشعبية المعروفة بكرة القدم زمان، كرة الشراب اللي هي كانت الشهيرة، ومعظم نجومنا الكبار كلهم مارسوا هذه. كان معانا قال نفس الحته دي. كره، حتى كمان محمود الخطيب يعتبر اعظم لعيب في تاريخ الكوره برجل الرجل، يمكن هي اللي علمته المهاره، هي اللي علمته لحد ما وصلته لهذه النجوميه. عايز اقول لك ان كانت الشوارع فاضيه وقتها، ما كانش فيه سيارات بهذا الكم والزخف الكثير. الشوارع كانت تعتبر ملاعب، الشوارع كلها ملاعب بالزبط. يعني تلاقي شارع فيه مثلا ملعبين ثلاثه، ودي يمكن ساعدتنا كمان، اديتنا عايز اقول لك انك انت كنت بتلعب مش مباراه واحده، مباراتين وثلاثه واربعه، طول ما انت موجود في ظروف عنيفه وقاسيه سبحان الله. اديتنا بعد كده محمد، خد بالك، اديتنا الشخصيه، اديتنا القوه، اديتنا الباور بالظبط، اديتنا التحمل. الكره الشراب دي يمكن علمتنا المهاره، خلتنا نبدع بشكل كبير. عايز اقول لك انا لما بدات حارس مرمى، يعني بلعب مع السن بتاعي لعيب، لكن مع الاعمار السنيه الاكبر حارس مرمى. لا جديده دي، وعلى فكره دي تديك ميزه كبيره جدا كمدافع بالظبط. انت شايف حارس المرمى الزوايا اللي بيشوفها. أيوة. انت حاسس بيه في ظهرك بالظبط. عايز اقول لك كمان القوه والقلب اللي ربنا اداهولي بسبب حراسه المرمى، نتيجه ان انا كنت بلتحم، الكره بتيجي في صدري، بتيجي في وشي، كل دي كانت بتديك صفات اراديه انت ما كنتش واخد بالك منها يعني. صحيح. وعايز اقول لك الكبار كانوا اخواتي الاكبر مني بقى، يعني كانوا مشهورين في العباسيه. ليا محمد ده كان صانع العاب رهيب في كره الشراب، يعني كان معروف باسم حماده في الحي وفي المنطقه. لعيب مهاري على اعلى مستوى، وبعدين مجدي اللي وراه نفس الكلام. فاحنا عيله كلها يعني لعيبه كوره، عيله مهاريه، وعيله العائله كلها خلي بالك من الكوره يطلع منها مدافع بالظبط، يبقى مهاراته اكيد عاليه. فعايز اقول لك هيثم ان حراسه المرمى كمان ادتني حته عدم الخوف، الباور، الشخصيه، حتى كمان الالتحامات. ودي ساعدتني بعد كده لما رحت النادي الاهلي. انا رحت النادي الاهلي، الظروف ساعدتني بشكل كبير جدا. رحت عن طريق الاتحاد العباسيه، كابتن متولي ده اكبر كشاف في العباسيه، ده بيدي الفتره دي كان بيدي الاهلي وبيدي الزمالك وبيدي الترسانه وبيدي الاسماعيلي. يعني وكيل 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 لاعبين، بس بقى على الفيرجن القديم. يعني زي عم عبده البقال كده طبعا كده. استمرارا بالزبط. وكان في الوقت ده السكاوتنج هو فكره هو الكشف. وسبحان الله وانت كمان بتساعد في نفس الوقت. يعني انا عايز اقول لك ان انا تواجدت معاه يمكن تمرينتين ثلاثه بكتير قوي. ولما رحنا لعب للنادي الاهلي بالصدفه كنت بلعب باك رايت ولابسين ابيض وانا لابس شورت اسود، والمهاجم اللي قدامي جاب ثلاث اجوال في الاهلي لابس شورت اسود. فاختيار الكابتن مصطفى حسين في بين الشوطين قال له انا عايز الباك رايت الطويل ده والواد راس الحربه اللي جاب الثلاث اجوال دول. فانا فاكر في التقسيمه ما لمستش الكوره اكتر من مرتين ثلاثه،
فايه يعني الراجل اللي لعب بره ده يعني شفيه ايه يعني بالظبط. فطبعا لما روحت وبدا بقى يدردش معايا ويتكلم معايا وتاريخ ميلادك كام وتقدر تجيب لنا استثمارة كان عندك كام سنه يا كابتن سعد؟ وقتها 70 71 كان عندي حوالي 13 سنه. صغير اه يعني كانت بدايتي كده واخد بالك 13 سنه ومع النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الكابتن مصطفى حسين في الفتره دي ما لعبنيش باك رايت يعني تاني تقسيمه مع النادي الاهلي لعبني سيرد باك. فقال لي مش هتلعب باك رايت هتلعب مساك. هو كان يقصد بكده انه عايز النادي الاهلي يشوفك في حاجه معينه ولا هو كان شايف ان انت تتالق في المكان ده اكتر؟ اه هو اللي عرفته بعد كده بقى لما كبرت قال لي مهرا انت كنت اطول واحد في الولاد. وبعدين الطول ده في الباك رايت مش بمواصفات الباك رايت، الباك رايت بيبقى فيها سرعه وخفيه فانا حسيت انك انت الطول ده تقدر تخدمنا في المكان ده. فقلت العبك مساك. يعني شكلك كده شكل يعني عارف السندباكات زمان كان بيبقى ليهم ستايل بقى الطول والقوه والصحه بالظبط يقول لك عليه ده مساك يعني هو شكله مساك فسبحان الله.